هذاك الفين كيقول لك تنفسخ هذاك جبت لكم السحر باش انا غنمشي في حالتي لمكه. كيمشي كيوري المكان فين كاين السحر. اما يقول لك انا كنعلم او لا كندير او العلم عند الله سبحانه وتعالى. واحد منهم حج معايا وكيستعمل من الجن ومعروف عنده كم من مركز في الدار البيضاء عنده 3 وعنده في مراكز واحد قناة تفاهة كيطلع عندها البوز بالتعويذ. واش هو ميت وتطلب منه اعطيني؟ اولا مرحبا بكم في مدينة طنجة. نشكركم على مجيئكم من مدينة الدار البيضاء الى مدينة طنجة بان اولا وقبل كل شيء خبرة ودراسة بفضل الله في مدينة المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة 11 سنة. درست عند شيوخ بفضل الله وتمكنت حتى من شواهد ديال الحجامة كيف يخرج الجن بفضل الله. ثانيا الجن اول ما دخلت لهذا الميدان ما كنت دخلت له كراقي. انا اول ما دخلت كمحجم دكتوره بحجامه ولكن من بعد لما كان حجم الانسان عدد من الناس كيتصابوا لما انسان كيكون على وضوء كيسمي الله كيحضر الجن. فالحجامه هي ليست طبيه بل هي ربانيه. ما في من هب ودب يقولك انا محجم. لا الحجامه خاص لابد الحاجم والمحجم يكون على طهاره على وضوء بل هي ربانيه. ومن تما كي هذيك فاش عاود مشيت عند الشيوخ وخدت من عندهم معلوم اذن كيفاش نلقي وكيفاش نخرج الجن. والحمد لله كانت عندي الحمد لله حافظ كتاب الله والله اللهم لك الحمد. وهذا العمل ماشي دخلت له كتجاره الحمد لله اللهم لك الحمد تبارك الله عليك. دخلت له ك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينفع اخيه فليفعل. وبالاخص على ما كنشوف في هذا الميدان اللي اكثر مصابين بالجن وهو اما يكون مصاب بالسحر او العين او الحسد والبعد عن الله. الانسان لما كيكون بعيد عن الله لابد كيصابو الجن. والدليل قول الله سبحانه وتعالى لما قلنا فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فانسان فالشيطان عدو الانسان. اولا وقبل كل شيء هذه نقطه مهمه جدا طريقه العلاج. عدد من الناس كيدعونا بان يجي حصه الاولى والحصه الثانيه في الرقيه ويتشافى. انا نقول له كلام لا تسمع في البيت ديالك وتكون على وضوء في البيت ديالك لا تتجه الى الرقي. هذه خطا كبير. الحمد لله والحمد الانسان اي واحد عنده جهاز الجوال يعني الهاتف يدير قنوات ديال الشيوخ راه كاين موجود في الهاتف. ولكن هل الجن كيأثر عليه كلام الله من القران؟ لا الا الجن اللي يكون ضعيف. اذا انسان اراد بغى اعطيك مثال بسيط. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاه في المسجد ولا في البيت فرض علينا في المسجد. فانسان اذا كان مريض يلتجا الى الراقي الشرعي الراقي الشرعي ولكن ماشي الرقيه يلقي 5 دقائق ولا 10 دقائق لا خاصو اكثر من الساعه ويتحاور مع ذاك الجن. وكاين حالات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 فيهم شفاء العسل ومشرة حجامة وآخرها هو الكي والنار. الجن أكثر من الناس كتقول له الحجامة كي تخلع. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجي في إنسان كما جرى الدم. إنسان كيقول لك أنا تبرعت بالدم تبرع بالدم كيحيدوا لما كنمشي كتبرع بالدم كيشدوا يديروا لك البرا في العرق ديالك كيجبدوا الدم صحيح ما كيجبدوا الدم الفاسد. لا انسان عليه بالحجامه
ويلجأ الإنسان للحجامة، الإنسان يكون على وضوء على طهارة ويسمي الله، وحتى المرض يكون على وضوء باش يتم الشفاء. وهذا منهم كيتشافوا في الحصة الأولى في الحجامة، لا العقاد ولا الحجامة. الحجامة ماشي كاين حجامة وحدة، كاين حجامة العقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر حجم الأخداعين، كاين حجامة العقد، كاين الأخداعين، كاين الخوف، كاين القيلول العصبي. القيلول العصبي هو ليس سميتو القيلول العصبي، الإنسان كيكون عنده دقة القلب عندنا حنا هنا، وعنده تحت السرة أو جهة المعدة، هذا كيكون عنده مس جن، إما كيكون عنده سحر مأكول أو مشروب. فإنسان عليه ياخد الأدوية، ياخد الدوية ممكن يديرو في دارو، العسل الحر، زعفران، القيس الهندي، حبة السوداء، اللبن الذكري، والعنبر، هادو كلهم يخلطو مع العسل، كيحيدو هاد الدقات اللي كيكونو اللي كيسموانا القيلول العصبي. وشفنا كثير في الم... في ال... في ال... في المقاطع بأن عدد الناس كيعالجوا القيلول العصبي. القيلول العصبي والله ثم والله ما كان الأدوية إذا تعالجك الإنسان، ثم الحجامة. في أيام كورونا كثير جيت من السعودية، ما عندي تقريبا شي 7 شهور بجيت من السعودية، حتى أنا كنت مقيم في المملكة العربية السعودية، وكان واحد البيت شعلت فيه العافية بليزاز في الدار البيضاء، ومشى لها كم واحد، ماشي رقات، كاين رقات شرعيين وكاين السحرين مسميين نفوسهم رقات. وانا ما مشيت بفضل الله، تم طفات العافية، ولكن انتقلت لبيت اخر، ومن بعد انتقلت لبيت اخر، فتمك تأثرت شوية صراحة، ولكن حتى الراقي كيتأدى. ولكن الحمد لله والحمد للحجامة، دائما كنحجم، ودائما إنسان سيد الخلق وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفاش الراقي ما يتأداش؟ لا حتى الراقي كيتأدى، غير الراقي خاصو عليه بقيام الليل، يكون يقوم الليل، يكون يحافظ على الصلاة ديالو الخمس في المسجد، يكون الصدق والإخلاص، يكون يدير الخير مع المريض، ماشي اللي عنده نتعمه واللي ما عندوش نتعمه، لا، أي واحد جا وما عندوش نتعمه. واحد الشهادة راه غتشوفي السيدة، حيت هما جايين، السيدة عندي اللي كدير الحجامة مسافرة، جات البارح الحمد لله والحمد مع المحرم ديالها، والحمد لله جات واحد السيدة أخرى اللي وقفات معنا الله يجزاها بخير، والحمد لله كانت عمها بدون مقابل، وقيلا عودت لك الأمراض. صحيح. فهمتي؟ ف الحمد لله والحمد، ماشي نشوفو ندخلو هاد الميدان اللي دخل هاد الميدان الرقية كتجارة ويشرب دم بنادم، والله يا ربي ما غيكمل عليه. ودائما يعتبر يعمل واحد الصدقة، كما قال في قول الله سبحانه وتعالى، إنسان لما درك المنية ما يقول ربي يا ربي أنا بغيت نحج أو نعتمر، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أول ما كيطلب الصدقة، يعني فأصدق، إحنا كنعتبر الإنسان اللي تعاملنا معه وما عندوش كنعتبره صدقة. ودائما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينفع أخي فليفعل. أنا لا يهمني بنادم يذكرني بالخير ويشكرني، ما تذكرش الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادك الشكور، ما تذكرش الله سبحانه وتعالى اللي خلقهم ورزقهم، أنا عبد مأمور قليل ونادر اللي يعترف بالجميل، والله يجعل عملنا يكون مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. أولا كيكون الجن كيتحكم في المال، إما كيكون سحر مأكول أو مدفون، وأصعب شيء هو المدفون. ومشينا الحمد لله حالات، وكل حالة تعمل الرقية والحجامة كيخرج الجن وكيمشي، الجن كيفسخ هذاك السحر، كيتعذب بالعلاج والحجامة، هو كيمشي يفسخ هذاك السحر، الجن كيكون كيسلم، نعم كيسلم وكيمشي هو كيقوم بالمهمة. ولا كان شي جن مستعصي كنمشيو حنا بالإذن السلطة، كناخذ الإذن من السلطات وكنحيدو داكشي، ولكن المرض هو اللي كيديك ماشي أنا، حيت أنا لست أعلم الغيب، الراقي الشرعي لا يعلم الغيب. هذاك الجن
كيقول لك تنفسخ هذاك جبت لكم السحر باش انا غنمشي في حالتي لمكه. كيمشي كيوري المكان فين كاين السحر. اما يقول لك انا كنعلم او لا كندير او العلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كذب 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 ما كاينش. لو كان سيدنا سليمان كان لما اتاه الهدهد قال لي لقيت واحد المراه تعبد القمر او الشمس نسيت الروايه اللهم ثبتني يا ربي. فقال له الجن الاول قال لي ناتي بها قبل ما تقوم من مقامك والاخر قبل ان يرتطف. هذه حكمة عطاها لهم عطاها الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان اللي كان يتحكم في الجن. ولما مات سيدنا سليمان ماذا بيتو بقاو الجن بقى معذب كيسحب سيدنا سليمان. كان دائما عنده واحد العصا ديالو دائما كيحط عليها حيت سيدنا سليمان عاش سنين طويلة. كان دائما بقى سيدنا سليمان هكذا لمدة سنة أو كي يقول سنة كي يقول سنتين كي يقول أربع سنوات والعلم كيبقى عند الله سبحانه وتعالى. هنا كيبقى في تفسير القرآن وتفسير القرآن كل عالم واختلفوا واختلف على العلم رحمة. كل اللي ما كيدرش لي ما كتبانش فيه العلامة في الحصة الأولى والثانية والثالثة مع متابعة العلاج عرفت كيبدا ينطق الجن وكل اللي كينطق في الدقة الأولى. الأعراض الناس اللي كيكونوا في ديورهم كيكون قلة قليلة النوم الأكل الشهية كتمشي الصلاة ما كيقدرش يصلي قلق دائما مزير في السرة ديالو الخوف كيقول لي عنده تنفس كيمشي في مرة. فإنسان عليه يلتجئ إلى راقي شرعي راقي شرعي ماشي التأجيش ميمشيش عند واحد يقول له صيفط لي صورتك وسميتك وسميت أمك وأنا غنعالجك. وأنا كندير المقاطع في قناة ديالي في الفيسبوك الشيخ راقي برقية فيديوهات كنتكلم على السحر بزاف حيت السحرة في هاد الساعة طغاو تجبروا. احنا ان شاء الله احنا في شهر رمضان نحن في شهر رمضان اليوم 25 اليوم 25 ان شاء الله الله يتقبل صيامنا وصيامكم وصيام جميع المسلمين ونصر المسلمين في اهل في غزة ان شاء الله يا ربي. كان افتتاح ديالي هو ندعي الدعاء لاهل غزة ولكن نساني الشيطان الملعون. فرجع الموضوع على قضية المسحور. المسحور كاين علامات كثيرة بزاف علامات كثيرة اما كيكون مدفون واما ماكول او مشروب. وكاين السحر الموروث هذه هي المصيبة. السحر الموروث كيتنقل من الام الولد البنت كلشي كيدمر لهم الحياة ديالهم. واغلبية لما كان السحر متنقل من الام كيولي حتى في البيت يشوفوا صور في البيت واحد كيمشي معاهم في البيت ويجي مره يتصيف لهم صوره كحله مره يتصيف لهم صوره بيضاء. هذه المصيبه فعلي يحصنوا البيت ديالهم ويطلقوا سوره البقره ماشي يطلق سوره كلام الله في الصباح وبالنهار يطلق الموسيقى وهذا خطا كبير. لا على قول الله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسورة البقرة لما كتكون في البيت يطرد الشيطان من البيت يخرج. حربني السحرة وشدتهم الكاميرا. نعم من واحد المشعوذ راه حاليا كيتجول من مدينة إلى مدينة دابا كاين في المدينة الداخلة عاق والديه هذا كيدعي بأنه راقي شرعي هو سحار وحتى الزوجة ديالو سحارة. والساحر كياخذ كتاب الله وكيدنس عليه اما تبول عليه او يتعود عليه كرم الله وجهك. نعم وامر خطير جدا اللي غنقول لكم الساحر ما يخدم تيكون على جنابه ما يخدمش الا ما كان ما يجي الجن الا ما كانش على جنابه وجنابه ديال الحرام ماشي ديال الحلال ديال الحرام. فهاد السحر نعرض الله عليه اليوم الدين تغاو تجبر
وعق والديه. فماشي سحر واحد، سحر بزاف، سحر بزاف، بلاخات واحد القناة ديال التفاهة اللي كدعم، اللي كدعم السحرة كل وقت، ودعم المثليين. قناة التفاهة اللي كتجيب أخبار غير منشورة غير معقولة، كيجيو عند السيد ويبداو يطلقوا إشاعات على الناس، والله سبحانه وتعالى قال إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واش تسمع من واحد وما تسمع من الطرف، هذا عيب. حتى كيشوفوا سبع طرقات، حيت هما قناة تفاهة كيطلع عندها البوز بالتعويض. وقضية التعويض راه الناس اللي وصلوا قمة وما كيمشيو عند السحرة. تبع المرأة عندها لا ليسونس في كذا وفي كذا وفي كذا، كتمشي عند السحر. علاش؟ البعد على الله سبحانه وتعالى. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي عليه الصلاة والسلام، ما جاش بالقراية، اللي يحبوا الله سبحانه وتعالى كينور له قلبه. قناة التفاهة اللي مدعمة من عدد من السحرة باش يشوفوا سمعة الرقات. والحق يعلى ولا يعلى عليه، الحق يعلى ولا يعلى عليه. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب عند ساحر ولم يصدق بما يقول لا تقبل صلاة 40 يوما، ومن ذهب عند ساحر وصدق بما يقول كفر بما أنزل على محمد. قضية القبة، واش هذاك الميت اللي في الضريح اللي كيقولوا مضاريح، هو يبغي منك حتى الرحمة. إذا مات العبد انقطع من عمل إلا من ثلاث، صدقة جارية، ولد صالح يدعون له، أو علم ينتفع به. واش هو مريض، واش هو عفوا، واش هو ميت وتطلب منه أعطيني؟ التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى قال إذا استعنت فاستعين بالله، وإذا توكلت فتوكل الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأنا نقول أي راقي شرعي، حيت عدد من مساكن المروقات لي حامل كتاب الله وبغيت يبدي يتساعد مع الناس، تحاربوا، تحاربوا من طرق واحد القناة تفاهة. وحيت هاد القناة التفاهة ماشي ساحر واحد ولا جوج اللي عاطينو فلوس صحيحة باش يطيحوا سمعة الرقات. فأنا نقول الرقات كونوا قويين، وعليكم كونوا إيمانكم قوي، وبخروا المركز ديالكم بالحلتيت واللبن الذكري، حيت لما كيخرج شي جن كيبقى في المركز، فهمتي، كيجيب له مشاكل من طرف الجن، من طرف الإنس عفوا. الإنس كيولي صورة الجن، وشحال من إنسان كيكون كيتسيف صورة الجن، كرش عليه ما مقي مع الورد وزمزم، والحمد لله كيتمشي فيه. الرقية الشرعية أول ما قبل كل شيء، الرقية الشرعية إنسان خصو يكون متمكن، يكون حامل ما يتصل من القرآن. ماشي نقول لك حامل القرآن كله، لا، يكون حامل القرآن وما يدخلش لهاد الميدان باش يدير الرقية ديال 300 درهم ولا 200 درهم ولا 500 درهم ولا 1000 درهم ولا 3000 درهم ولا 5000 درهم. لا، هذا أكل المال الحرام. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. إنسان نعم، كل واحد عنده مسؤولية وعنده عنده مصاريف، الله يحسن العوان كل واحد. بحال الإنسان مشى على الطبيب، راه يدفع واحد المبلغ للطبيب، كذلك مثل الراقي ما يوليش بحال الطبيب 200 درهم في الحصة تيدفع ويدخل، لا، هذا عيب وحرام. كل اللي عنده كل اللي ما عندوش. فإنسان إلا كان دار المركز من أجل أي واحد يأخذ عنده واحد المبلغ، فهذا حرام، وربما ما يكملش عليك. وكيقولوا واحد كيخلص على واحد، إنسان اللي عنده ربين واللي إنسان اللي ما عندوش ربين، ولكن ما يأخذش واحد المبلغ فوق
بحال 200 درهم حتى 150 درهم بزاف، 150 درهم بزاف. كاين ما عندوش واش مرا خدامه في بحال هاد السيده شتيها خدامه ب 1600 درهم في الشهر ولا ما والله عمري ما كنسولهاش ما عنديش، حيت انا كنخدم معاها كنقول اخرجي صافي دعي معايا. ف عدد منهم زائد كيستعنوا بالجن، وعدد منهم كيخدموا في رمضان، وكانوا معايا في المملكه العربيه السعوديه، وواحد منهم حج معايا وكيستعن بالجن ومعروف عنده كم من مركز في الدار البيضاء، عنده ثلاثه وعنده في مراكش واحد لا داعي الاسم ديالو، هذا كيستعن بالجن. والاستعانه بالجن كما قال الشيخ العثيمين للضروره، ولكن انا باجتهاد ديالي نستعين بكتاب الله والوضوء والحجامه والعلاج والادويه. نعم.